في دورته الثالثة عشرة سنة ورا سنة منى يستمر هذا الحفل هذا ويستمر أكيد. دائما مهرجان تيميتار كيكبر سنة بعد سنة أكيد أديب دائما تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نعلن عن انطلاق حفل مهرجان تيميتار اللي غادي يستمر على مدى أربعة أيام غيد غمس المنصة إن صحة الأمل هنا بساحة الأمل وأيضا غدا إن شاء الله بساحة بيجوان وأيضا بفضاءات المسرح الهواء الطلق سوف تحتضن كلها أنشطة وسهرات هذا المهرجان الذي أصبح من أكبر المهرجانات ماشي فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي أكيد أديب فبحضور عدد كبير من الصحفيين اللي جو من داخل ومن خارج أرض الوطن فهذا كان يدل على شيء يدل على أن المهرجان ولا عنده صبغة دولية ولا معروف على المستوى الدولي وخصوصا بمشاركة مجموعة من الفنانين من مختلف بقاع الوطن ودائما الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم وبفناني العالم هذا الموعد أصبح سنويا يحج له مختلف فنانين من مختلف القارات من أجل المشاركة والاستمتاع بالدفء هذا الجمهور الكبير الذي يحضر دائما من أجل متابعة سهرات مهرجان تيميتار أكيد أديفة مرحبا بكم معنا وغادي نمشيو مباشرة باش نتعرفوا على الفرق والمجموعات اللي حاضرين معنا هذه الليله هنا صحة الأمل بطبيعة الحال سنبدأ من الأطلس الشامخ من الأطلس العزيز وبالضبط عشاق أحيدوس هذا الافتتاح سوف يكون مع مجموعة تغسلين من الفرق المعروفة بفن أحيدوس لعشاق هذا الفن بغينا نسمعوا تصفيقات حارة لمجموعة تغسلين أحيدوس تصفيقاتنا المقرنين هي مجموعة أحيدوس اللي ردي حضر الغيلة ومن بعد أدي بعدنا كذلك مجموعة أخرى هناك مفاجآت ما غاديش نحرقوا كل ما نعلنوش عليها طيب اليوم السهرة خاصة فيها يعني كل ألوان الموسيقية فيها الموسيقى الشبابية فيها أيضا الموسيقى الأمازيغية بطبيعة الحال وهناك مفاجآت سنتابعها في هذه السهرة التي تمتد إلى غاية ساعات طويلة إن شاء الله كل التشجيع وكل التنويه لمنظمي مهرجان تيميتار بمختلف طبيعة الحال يعني المجالات ديالهم والتخصص ديالهم اللي كيسهروا على ان يمر المهرجان في اجواء جميله فاهلا وسهلا بكم تصفيقات حاره اديب تصفيقات حاره كيقول ما ننساوش بالنسبه لكل الفنانين اللي حاضرين معنا واحد دي جي كبير دي جي حسن من اكادير تحيه دي جي حسن بوعشراوي ابن اكادير طبيعة الحال غيكون معنا طيلة ايام المهرجان ان شاء الله نتمنى لكم متابعة ما نساوش في جي كلامور كذلك اللي هو حاضر معنا ان شاء الله هناك مجموعة من الفنانين غادي نعلنوا ان شاء الله اول باول نتمنى لكم متابعة طيبة لمهرجان تيميتار بركات مرحبا بكم انا جايون غادي نختزري من الاخير الاوقات